سنة 97 لما بدأنا أكتوبر كانت صحراء بالنسبة لكل الناس، مكان بعيد ومقطوع ما ينفعش تسكن فيه. بس احنا شفنا حاجة تانية، شفنا ان البعيد النهاردة بكرة هيبقى قريب، وشفنا ان الصحراء فرصة نقدر نصمم فيها مجتمعات ومدن تناسب العصر واحتياجات الناس اللي هتعيش فيها. ومن ساعتها عملنا 34 مشروع، من القاهرة لإسكندرية للعالمين والعين السخنة. كل مشروع عملناه اتعلمنا منه واكتشفنا حاجات جديدة زودت خبرتنا ومعرفتنا وقوتنا. احنا الحقيقة ابتدينا بالم هيلز في الليت 90s، فابتدينا في الجبل وبعدين رحنا في شرق القاهرة وعملنا مشاريع هناك وطلعنا الساحل عملنا فيه مشاريع هناك. بالنسبة لنا كان بادية هو ده التطور الطبيعي، ازاي احنا ممكن نغزو يبقى عندنا مشروع واحد نحط فيه الخبرات اللي اتعلمناها في 25 سنة اللي فاتت. احنا قبل ما نبتدي مشروع بادية جبنا احد افضل بيوت الخبرة في العالم ماكنزي، اتكلمنا معهم انه سألناهم فين اكتر حتة متطورة في العالم. انا فاكر الكلام ده من حوالي يمكن 4 سنين، كان اكبر حتة متطورة تكنولوجيا في العالم هي مدينة اسمها بالافا موجودة في الهند، وأكوردنجلي اتكلمنا معاهم مين اللي عمل ده وازاي ممكن نطور عن ده، وده الحقيقة اللي عملناه في بادية. Badya City became a real success story due to its enormous urban, architectural and environmental qualities. The design of a complete city incorporates a variety of land uses extending from housing to employment. It also enables functions such as retail, culture and entertainment, and thus making it a true 24/7 city. The apartment neighborhoods are designed around an urban district core with central community facilities and vibrant urban streets. The villa neighborhoods, on the other hand, convey a village-like character, where smaller and denser units are placed towards the green center. The more spacious villa plots are located at the cluster's edges along linear parks. بادية مدينة مبنية على حوالي 3000 فدان، يعني حوالي 12 مليون متر مربع، فاحنا بنتكلم على مدينة بجد. بس المدينة دي مكونة من مجموعة كومباوندز مربوطين ببعض بنفس الكور. موقع بادية كان من أهم اختياراتنا لمشروع بالحجم ده، لأنه الرابط بين مدينة أكتوبر الجديدة وأكتوبر القديمة، ده غير إنها بتوصل شرق القاهرة بغرب القاهرة بشبكة الطرق الجديدة والمواصلات الحديثة اللي قائمة عليها الدولة، وده بيخلي موقع بادية استراتيجي. بادية مبنية بنظرية تصميم بتقسم احتياجاتك ومشاويرك لثلاث مجموعات، احتياجات يومية وأسبوعية وشهرية، وبتخلي احتياجاتك اليومية على بعد 5 دقايق والأسبوعية على بعد 10 دقايق والشهرية 15 دقيقة من بيتك. مدينة بادية متقسمة لست مناطق سكنية، كل منطقة فيهم عندها السبورتس أريناز، الكوميونيتي باركس بتاعتها. الست مناطق دول كلهم متمركزين حوالين الكور، وده قلب بادية، وده مكان المولات والفنادق والمطاعم والباركس والفيتنس سنترز. فكرة الليفينج ستريتس، يعني الشارع نفسه اللي في فيلتك مجهز بأماكن تقدر تقعد فيها مع أصحابك وضيوفك وأولادك يقدروا يلعبوا هناك بأمان، ده غير إن شوارع بادية فيها حارات مخصصة للعجل، وبتقدم عجل تقدر تتحرك بيه زي العجلة الإلكترونية، ده غير الأوتوبيسات والتاكسي الداخلي. عشان بادية مدينة ذكية وآمنة جداً، فيها automated security systems وشبكة إنترنت بتغطي المدينة كلها،
مش فارقه انت فين في باديا، لان اي حته انت فيها في جناين وتراكس على بعد دقيقتين عنك اللي بتشجع على المشي وبتربط كل المناطق الخضراء ببعض وبالكور بتاع باديا. اللذيذ بقى ان باديا درجه حرارتها منخفضه عن المدن اللي حواليها بسبب تصميمها الذكي، وده بيوفر كهرباء. وكمان باديا عندها نظام تكرير وفلتره الميه، وده كمان بيوفر وبيحافظ على البيئه. والأول مرة في مصر خصصنا منطقة تعليمية جوه بادية فيها 6 مدارس، منهم مدرسة كينج سكول، ودي من أرقى المدارس في إنجلترا. ده غير جامعة بادية الدولية المتعاقدة مع أكبر جامعات أوروبا، وكمان فيها أكبر وأهم نوادي غرب القاهرة، بالم هيلز كلاب، واللي بيضم فرق ورياضات كتير، منهم نادي فروسية بيديره واحد من أهم مدربي الفروسية في العالم روب أيرنز. بادية بالنسبة لي هي في كده حتة جوه هنا، لأن دي هي أنا بشوف إن دي ليجاسي اللي بسيبها لأولادي وبسيبها لأهلي، إن دي حاجة أنا في رأيي هتبقى مدينة ما تشافتش، مدينة حديثة جدا، مدينة فيها كل المواصفات اللي كنت أحب إني أقدر أعملها. يعني دي هتبقى الحاجة اللي أولادي وأحفادي يفتكروني بيها. يعني